السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي يكون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا. خوت، بغيت غير نقول لكم باللي التفاعل ميت، ما كاين لا بارطاج، اللي كيدخل يتفرج ما كيخليش لايك وكومونتير، لدرجه وليت كنحشم نقول لكم تفاعلوا. بقيت ما قلتها وعاودتها، التفاعل ما غينقص منك والو، ما غاديش تخلص عليه ما دمتي مشترك في هذه القناه وكتصنت الفيديوهات اللي فيها، الا وخاصك تفاعل. المهم بلا ما نطول عليكم، كنتمنى تاخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار. اليوم جيتكم بسلسلة قصص المتابعين، وكيف ما كتعرفوا فهاد السلسلة كنجمع القصص القصار اللي صيفطوا ليا الناس وكنديرهم في فيديو واحد. كنتبنى لكم الماكسيموم ديال الرعب. مشينا. القصة الاولى كتقول سميتي حسام. من صغري وهما كيخلعوني بالجنون وكيقولوا لي بلي غيجيو لي وغيديوني، وانا كنت ديما مع راسي كنتسائل كيفاش دايرين هاد الجنون وعلاش غيبغيو ياديوني. كبرت وانا عندي هاد المعتقد في راسي ديال كيفاش دايرين الجن وعلاش كيبغيو ياديو البشر. هادشي اللي غنعاود لكم طرا ليا ملي كانت عندي 19 عام، فتره المراهقه ديالي. كنت كنبحث بزاف في هاد المواضيع لدرجه ما كنخرجش بحالي بحال الدراري، كنبقى غير حابس راسي في البيت وكنقلب فيما تكون شي صفحه كتكتب على هادشي كندخل نقرا فيها. ديما كنقلب على اجوبه للاسئله اللي في راسي حتى من الكتوبة، فيما كنسمع سمية ديال شي كتاب كنمشي نشريه واخا عارف بلي ماشي اصلي، بغيت غير رضي الفضول ديالي وصافي. واحد المرة كانت جات عندنا واحد السيدة من العائلة وكانت كتعاود للوالدة. كنت اول مرة غنعرف بلي ديك المرة مسكونة، بدات كتعاود للوالدة على داكشي اللي كيجيها في الحلم وداكشي اللي كتشوف مباشرة واللي كتسمعو وحتى داكشي اللي كتحس به. وانا عجبني الموضوع اللي كانت كدوي فيه، نسيت راسي وبقيت واقف كنتصنت عليها وقلت حتى انا ما كرهتش نشوف هادشي ونعيشو بحال اللي عايشاه هاد المراه. واخا هي كانت كتبان بلي كتعاني وقالت الوالده بلي ما خلات لا راقي ولا فقيه، كلشي مشات عنده وتا شي واحد ما لقى ليها الحل. الوالده سولاتها على شنو سبابها في هادشي، قالت ليها كل واحد وشنو كيقول ليا، اللي كيقول ليا بلي مخطيه شي حاجه واللي كيقول ليا بلي ساحر ليا، ولكن حتى واحد باقي ما عطاني راس الخيط. الناس العاديين غيخلعهم هادشي وغيحاولوا يبعدوا عليه، اما انا زاد شعل فيا الحماس كثر وبغيت مازال نعرف. واحد النهار وانا كنقلب وداخل الفيسبوك حتى طلع ليا واحد المنشور، وهذا المنشور هذا داير واحد خونا اللي كيبان بلي متمكن، نشر بزاف ديال الطلاسم والرموز وقال بلي هاد الطلاسم كيستعملوهم الأغلبية السحرة باش يحضروا الجن وبلي غيخليهم ساعة وحدة ومن بعد غيمسحو. أنا في ديك اللحظة تحمست ودخلت دوك الطلاسم لعندي، تصوروا معايا وقعت واحد الحاجة غريبة وما عرفتش واش عندها علاقة بهادشي، ولكن أول مرة غادا طرا تليفوني كان 60% في الشارج ديالو، مع دخل دوك الطلاسم وهو ينزل 10%. ما درتش في بالي، قلت غير شي مشكل في التليفون ومشيت كنشارجيه. مشيت كنتعشى مع الدار، الوالده كتعاود للوالد على ديك المراه وانا مشغول بالي وباغي غير نرجع لبيتي باش نبدا نجرب دوك الطلاسم، حيت فايت ليا جربت وحدين ولكن ما صدقوش. قلت بما ان داك خونا هو اللي حاطهم يعني غتكون عندهم شي منفعه، داك خونا كانت عندي الثقه فيه بزاف وكنت هدرت معه شحال من مرة ونصحني باش نبعد على هادشي، ولكن انا اللي فراسي ساليت العشاء ورجعت للبيت كنقلب في داكشي حتى بان لي اسهل واحد فيهم واللي نقدر نديرو بدون اي صعوبات وباللي عندي في الدار. غنقول لكم واحد الحاجة تقدروا تضحكوا عليا، كانت عندي واحد الكارطونة في الماريو مخبي فيها الشمع والعشوب واي حاجة نقدر نحتاجها، حيت كيف ما قلت لكم كنت مهووس بهادشي. اول حاجه مطلوب مني انني نشد واحد العشوب نديرهم مع الماء ونشلل بهم لحمي، وهادشي من مورا 12 ديال الليل. والدي اصلا كانوا كينعسوا بكري،
وهما كانوا لتحت وانا كنطلع نبات الفوق بوحدي. داكشي علاش جاتني هاد القضية سهلة، كان خصني نبخر البيت اللي انا فيه ونبخر حتى راسي، نلبس شي جلابة اللي تكون واسعة عليا وما نكونش لابس الملابس الداخلية، ناخد شوية من شعر العانة ديالي ويسمحوا لي على هاد الكلمة ونديرو مع داك البخور، ومن بعد غادي يخصني ثوب ابيض اللي غرسهم فيه داك الطلسم، من بعد ما نسد كاع الشراجم والبيبان ونطفي الضواو ونحط شمعة قدامي. بقيت كنرد دوك الاسماء اللي مكتوبين حدا الطلسم، كنقولهم وكنعاودهم. في الاول كنبدا بصوت لي هابط وكنبقى غادي وكنجهد في صوتي، بقيت كنرد دوك الاسماء وكنحل عيني ونعاود نسدهم باش نشوف واش غتبان شي حاجه. بقيت تقريبا هكاك شي نص ساعه، حتى شويه كنسمع شي حركه وشي تقرقيب، مع غادي نحل عيني حتى كيبان ليا واحد الخيال كيشوف فيا من الزاج ديال الشرجم. غوت واحد الغوته حيت داكشي اللي شفت صدمني، ولكن ديك الغوته كانت ديال الفرحه. صافي من بعد داك الخيال غبر، طفيت ديك الشمعه وحيد داك الشي ونط شويه حتى كيبان ليا الضو ديال الكولوار اللي على برا شاعل. كنقول ويلي انا قبل ما ندخل طفيته، وانا متاكد من هادشي. خرجت باش نطفيه حتى كنسمع صوت شي حد طالع عندي في الدروج، قلت يقدر يكون غير الوالد ولا الوالده. مشيت طليت ولكن ما لقيت والو، بقيت مستغرب ولكن هادشي كان عاجبني حيت اول مره غيطراو معايا بحال هاد الصدف. مشيت باش نعس وداتني عيني، حتى شويه كنحس بشي حد كيمخضني كيديني وكيجيبني، كيحسب لي غير الوالده حيت موالفه كدير لي هكا وانا نعاسي ثقيل. ضربتني الفيقه ونطت وكنشوف في جنابي، كنلقى باقي الليل ولكن ما كاين والو. جاني واحد الاحساس في شكال طار عليا النعاس، رجعت دخلت لذاك الجروب باش نشوف واش باقي داك المنشور محطوط ولا لا، وفي نفس الوقت نسول داك الراجل عليه. لقيت المنشور محيد، من دخلت باش نصيفط له ميساج لقيت داك السيد هادي شهر ما تكونيكتا. فديك اللحظة تصدمت وبقيت غير حال فمي، ما يمكنش انا متأكد باللي هو اللي حط المنشور، كيفاش شهر هادي ما تكونيكتا؟ دخلت لتليفوني باش نشوف داك السكرين اللي دخلت لعندي، ولكن لقيت كل شي تمسح، حتى شي طلسم من هادوك اللي دخلت عندي ما كاين. بقيت كنموت بالضحك وكنقول ويلي واش هادشي كله كان حلمة ولا شنو؟ شفت في الجناب ديال البيت كيبان ليا داكشي اللي كتبت باقي كاين والشمع باقي محطوط، يعني هادشي كان حقيقي وما كنتش كنحلم. ما كنتش عارف الخطورة ديال هادشي اللي درت، وما كنتش عارف باللي جبت الدمار لحياتي ولعائلتي. داو شي حوايج غراب كيطراو معانا في الدار، معايا انا والديا ولا في شي شكل في التعامل ديالو، ولو كيدورو فيا لابسط الاشياء. شي مرات كيغوتو عليا وانا ما فاهمش علاش. الوالده قالت لي بلي هزيت ليها من الفلوس، وقلت ليها بلي ماشي انا حيت انا ما عمرني ما كنقرب لحوايجها. قالت لي بلي شافني بعيني هزيت ليها الفلوس. شبعوا فيا سبان ديك الليله، وليت في شي شكل، الناس ولاو كيتجنبوني بزاف، حتى شي واحد ما بقى كيبغي يجلس حدايا ولا يدوي معايا. الوالد والوالده فيما كندخل كيبقاو يقولوا لي بلي كيشمو فيا ريحه الكارو ولا الشراب، واخا انا ما عمرني ما كميت ولا شربت. قرايتي تراجعت فيها بزاف، ما كنبقاش نهائيا عاقل من مورا الحصه، بحال كيوقع ليا شي غسيل دماغ ولا شي حاجه. ما كنعقلش حتى الدرس اللي كان عندنا ولا الاستاذ اللي دخلنا عنده او لحدا من جلست ولا معاه من هضرت. حتى من النعاس ما بقيتش قادر نعس، حيت فيما كنحط جنبي على الفراش كنحس بلحمي بحال الا فيه الشوك، بحال الحمي كامل كيقرصني وما كنقدرش نتكى عليه. ملي سولت على هادشي قال لك بلي هاد العلامات كيدلوا على ان الجن كيحاول يخترقك. بداو الافكار ديالي كيتبدلوا، ومن داك الحماس والفضول اللي كنت كنحس به وليت كنحس بالخلعه وندامة على هادشي اللي درت. واحد الليله وانا ناعس حتى تحلوا عيني في نص الليل، بحال الا ماشي انا اللي كنت كنتحكم فيهم، كانوا كيشوفوني شال جهه الشرجم، وشفت نفس داك الخيال اللي شفتو النهار الاول، وجه ديال الراجل كيطل، وهاد المره وضح لي اكثر، كان وجه اللي كيخلع وكتبان لي يدو كتحرك في الشرجم، وانا فوق الفراش بحال الا كنت مربوط وما قادرش نتحرك، لدرجه عينيا ما كنرمشهمش غير محلولين وكيشوفوا لديك الجهه. تقريبا شي جوج دقائق وانا هكاك على نفس الحال، من بعد عاد حسيت براسي ترخبت وتطلقت ونط كنجري.
ركابي اللي غنجري بيهم فشلوا عليا، الوالدة والوالد سمعوني وطلعوا لعندي. كنت كنهج وما قادرش حتى نعاود ليهم. جاو معايا للبيت وما لقاو والو، وحتى انا قلبت الشرجم حتى عييت ولقيت كلشي عادي. تنادم معايا الحال ديال بصح على هادشي اللي درت. المشكله هي بقيت كنفكر كيفاش غندير نتفك، وما بالي غير داك خونا اللي حط هادشي في الجروب، وخا ما كنتش متاكد 100% باللي هو اللي حطو. مشيت صيفط له ميساج، حتى داز تقريبا شي 4 ايام عاد جاوبني، وعاودت له كاع داكشي اللي طرا معايا. قال لي انا راه ما حطيت حتى شي حاجه، وانا ما نقدرش نحط داكشي حيت كيأذي الناس. قال لي نصيفط ليه دوك الطلاسم اللي درت، وقلت ليه راه تمسحو من عندي. قال لي راه هما ملي كيشوفوك كتبقى تنبش وتقلب عليهم كيبداو يعطيوك بحال هاد الاشارات. انا ما نقدر ندير لك والو من البعيد، وخاصك تجي لعندي ضروري. اضطريت انني نمشي لعندو حتى لمدينته، حيت ما كانش في نفس المدينه. استقرج المزيان ديال بصح وعاونني، ولكن طلب بلي هادشي يبقى بيناتنا وما نقول لحتى شي واحد وما نعاودش عليه. وداكشي علاش انا نحترم الخصوصيه ديالو وما غنذكرش داكشي اللي دار، زعما الطريقه اللي دار باش صرف عليا داكشي. بقيت معاه تقريبا شي 15 يوم، ومن بعد عاد رجعت للدار. وعطاني حتى شي حاجه نديها معايا ونديرها في الدار، كتحسن ليا والناس اللي معايا في الدار. صافي من تماك ما عاودتش بحثت ولا قلبت. وملي كنشوف دابا شي ناس اللي كيحاولوا يحضروا او لا يشوفوا الجن، كنقول باز ليهم، ما عارفين شنو تابعوا. وكانت هادي قصتي، وكنشكركم حيت سمعتوا ليها. القصه الثانيه كتقول بلي سميتي وافاء، وهاد القصه هادي طرات معايا ايامات السكن الجامعي، بحكم انني ما كنتش بنت ديك المدينه وكنقرا في لافاك، وداكشي علاش اضطريت انني نسكن في السكن الجامعي. وانتوما عارفين باللي ضروري ما تكون معاك وحده ولا جوج في الشومبر ديالك. انا كانوا حطوا معايا واحد البنت، ديك البنت كانت في شكل وداخله سوق راسها وما كدوي مع احد. وحتى انا قلت داكشي اللي بغيت، ما كتعجبنيش قوه الهضره والدخول في الشبوقات. المهم جبنا حوايجنا وجينا. كيف ما قلت لكم ديك البنت ما كانتش كدوي معايا بزاف، غير الا بغات شي حاجه ولا كنا غنتشاركوا في شي حاجه ونشريوها. اللي لاحظتو اللي جاني غريب في هاد البنت هو انها ملي كتبغي تنعس كتلبس ديما شوميز دو نوي، وكتبقى دير في الماكياج والريحه وكتقاد شعرها مزيان. وما فهمتش علاش هاد الشيء كله، ما كنتش كنتجرأ نسولها حيت ما كانتش مدصراني عليها. واخا هي في الوسط الجامعي كانت بنت اللي ملتزمه ودايره الدره، ولكن ملي كندخلوا الشومبر كتبدل، وخصوصا في وقت النعاس. تصوروا معايا دوك الحوايج اللي كانت كتلبس، انا ما نقدرش نلبسهم واخا قدام بنت، شي حاجه اللي معيقه بزاف وفايته الحدود. المهم قلت ماشي مشكل وعادي، تقدر تكون كتبغي تفرح براسها ملي كتكون بوحدها. دازت تقريبا شي 15 يوم. واحد المره كنت جالسه في الشومبر وكنقرا في القران، وهي دخلت معطله ما عرفتش شنو كانت كدير. مع دخلات وسمعتني كنقرا في القران، شافت فيا واحد الشوفات اللي حارين وكيخلعوا. كنت حاني على القران كنقرا، وملي شفتها طولات الوقفه وانا نهز راسي فيها، وهي تقول لي سكتي. قلت لها كيفاش سكتي؟ قالت لي قلت لك سكتي، راك طريتيني في راسي، الا بغيتي تقراي قراي في نفسك. صراحه تصدمت بزاف، بقيت كنقولها كيفاش انتي ملتزمه وكديري الدره وما كتحمليش تسمعي القران. انا ديك الساعه ما كانت عندي حتى شي فكره على هاد البنت اولا داكشي اللي فيها. المهم انا كملت في القرايه، وهي ما تحملاتش ونات تخرجات وزدحات الباب حتى كانت غتهرسو. وملي عاودت رجعت عاديه بحال الا ما طرا والو بيناتنا. قالت لي راني جبت شويه ديال الدسير اجي تاكلي معايا. بقيت كناكل معاها وكنحاول نتقرب منها اكثر ونفهمها فاش كتفكر. بقيت كنسولها منين هي، وكنقول لها تعاود ليا شويه على حياتها، ولكن كانت كتجاوبني جواب ناقص بحال الا كانت باغا تخبي شي حاجه عليا. دازو ليا، وجا عاوتاني واحد النهار اللي غنتصدم فيه ملي فقت ولقيتها واقفه قدامي وكتبدل في حوايجها. كانت عاطياني بالظهر وكتزرب، يمكن ما كانتش باغاني نشوف داكشي. لقيت الحما كامل مطبع، داكشي زرق بحال الا فيها الضرابي، ظهرها كله كان مقموش وحتى في خاضها. دارت شافت فيا وبزربة تغطات، نط عندها وسولتها ياك لاباس.
قالت لي لا ما كاين والو، داكشي غير بسبب الماكله ديال لافاك وصافي صافي. مبغيتش نحكر عليها. داز داك النهار وجات ديك الليله اللي ما عمرني ما غنساها، حيت تخلعت بزاف. ضربتني الفيقه في نص الليل غير بالصدفه، ومع حليت عيني لقيتها جالسه فوق فراشها كتشوف لجهتي ومخرجه فيا عينيها وكتضحك غير بوحدها. كندوي معاها وكنسولها مالكي، ولكن ما كتجاوبنيش بحال ما كانتش كتسمعني. تخلعت وتشعلت الضو. فديك اللحظه مشيت قصتها في كتفها وبقيت كندي فيها ونجيبها وكنقولها تي توقضي مالكي شنو عندك، بحال الا تواعات. وقالت لي لا راه غير كيضربني حمار الليل وصافي. المهم قلبناها ضحك، وخا من الداخل ديالي بديت كنحس بالخوف من جهة هاد البنت. بقى داكشي غادي وكيتزاد لدرجة وليت كنحصلها كدوي بوحدها، وحتى القرآن ديالي اللي كنت كنقرا فيه ما عرفتاش فين دارتو، غبر في مرة عييت ما نقلب عليه ما لقيتوش. ملي سولتها عليه قالت لي بلي ما شافتوش، ولكن انا كنت عارفها بلي غبراتو. واحد المرة عاوتاني كانت ناضت في الليل وخرجت بدوك الحوايج، بقيت انا مستغربه وكنقول فين غادي هادي في هاد الليل. تبعتها واستقات غادي غير للحمام، قلت صافي ما فيها باس، اصلا الليل هذا وما كاينش اللي غيشوفها بدوك الحوايج. بقيت كنتسناها على برا باش تخرج. دازت ربع ساعه والسيده باقا ما خرجات، نص ساعه حتى بديت كندق عليها وكنعيط عليها ولكن ما كانتش كتجاوب. دخلت لعندها وبديت كنقلب في الطواليطات اللي تماك حتى حليت عليها. كانت جالسة ومربعة يديها، يلا غنحط عليها يدي وهي تنوض. نطت بواحد الطريقة اللي خلعاتني ودفعتني حتى طحت في الأرض. أنا كنت صحيحة وعامرة عليها، ومع ذلك دفعتني حتى طحت. حسيت بظهري غيتقسم عليا، دارت فيا واحد الشوفات كيخلعو. ما عمرني في حياتي ما شفت بحال دوك العينين، بحال إلا ماشي هي اللي كانت كتشوف. حتى داك البيض ديال عينيها ما كانش كيبان، عينيها كانت كتبان كلها كحلة. تماك ما عقلتش على راسي وبديت كنغوت وكنقول عادو بلا مشيت الراجل. وهي عاد ما كتزيد تخرج فيا عينيها. سمعت الحس والبنات اللي كانوا حدانا في الشومبرات جاو كيجريو، وهي ملي شافتهم طاحت في الارض والسيدة عواجت، يديها ورجليها عواجو وبدا كينطق داكشي اللي فيها بواحد الصوت غليظ وكيقول لينا بعدو بعدو مني بعدو مني. كانت كدير بحال هاد الصوت. صافي حتى غيبات في مرة. انا بصراحة ما كنتش باغا الادارة يعرفوا هاد الشي، ولكن البنات اللي فلافاك ما عرفتش شكون اللي وصلاتها ليهم، ولاو خايفين وقالوا بلي ما يقدروش يسكنوا مع وحدة بحال هادي. صافي داك النهار نيت عيطوا الادارة الوالدية وجاو داوها، حيت اصلا حالتها كانت خايبة بزاف. كانت هذيك هي اسوأ تجربة عشتها، والبنات ديال لافاك كانوا ديما كيسولوني على كيفاش قدرت نعيش معاها وشنو كانت كدير. انا بصراحة ما كنتش قادر نعيش في ديك الشومبر مازال، وخا هي مشات كانوا باقين كيطراو شي حوايج اللي غراب وكيخلعوا، بحال مثلا كنسمع الدقان. والبلاصة ديالها كانت كتبان بحال الا شي واحد ناعس فيها، الناموسية هابطة وديما ملي كنفيق كنلقى ليزار مخربق، لدرجة انه كلشي في لافاك ولا كيقول بلي ديك الشومبر مسكونة. حولوني منها وداروني مع واحد جوج بنات اخرين، والثلاث سنين ديال لافاك اللي دوزت ما بقى حتى شي واحد كيدخل ديك الشومبر، وكانت هادي هي قصتي ولا التجربه اللي عشت. ندوزو لقصه واحده اخرى، وهاد القصه خلاتها ليا واحد البنت في الكومونتير. المهم نقرا عليكم كيف ما هي. المهم هاد القصه عاودتها ليا جده، وكانت كتقول باللي جدات لميمه الله يرحمها كانت واحد النهار جايه من الحمام ولقات واحد القطه مجروحه وكتموت. بقات فيها هزاتها وداتها معاها للدار، وكانت في المدينة القديمة ديال فاس، تهلات فيها حتى برات. وكان راجلها اللي هو جد ديال ماما عسكري، كان ديك الساعة الحرب العالمية الثانية. صافي برات ديك القطة، راجلها ما كانش معاها في الدار ديك الساعة بسبب الحرب. المؤونة ديال الدار تقادات ليها. فاقت واحد النهار على صوت الباب وهو كيدق، ملي حلات ما لقات حد. ملي تحنات لتحت وهي تلقى واحد القفة عامرة بالصخرة وحدها هذيك المشة اللي كانت مربياها. بقات كتقول مع راسها شكون اللي غيكون جاب داكشي. قالت يمكن غير صحاب راجلها، عرفوا بلي هو ما كاينش وبغاو يعاونوها، حيت عارفينها مرا حاجبه وما كتخرجش بزاف للزنقه. فرحات ودخلت ديك الصخره، ولكن العجيب في الامر هو انها كل ما احتاجت شي حاجه كتلقاها قدام الباب والقطه حداها.
واحد الليله فاقت وما لقاتش ديك القطه في الدار، وفي الصباح لقاتها هي والصخره. المهم بدات كتشك وقررت انها تراقب ديك القطه، خصوصا انها ما كتبقاش تبان في الدار في الليل وفي الصباح كترجع. واحد الليله دارت براسها ناعسه، القطه خرجت وهي تبعاتها، حتى وصلت القطه لحدا واحد السقايه ديال المدينه القديمه، كتعاود وكتقول بلي ديك القطه غبرات وتحولت لبنت غزاله وكتفتن بالزين، ودخلت في السقايه. بدات كتقرب من ديك السقايه اكثر، هي تما تخلعات وعرفت بلي ديك القطه من الجن، طاحت وغيبات. وملي فاقت لقات راسها في دارها، شافت فيها وقالت ليها بحقي وايماني وكون ما سبقتي خيرك فيا ونقذتيني من الموت، يا ديك البلاصه اللي تبعتيني ليها ما عمرك ما كنتي غترجعي منها، ودابا ما تعرفيني ما نعرفك، والمونة ديالك غادا توصلك حتى يرجع راجلك. وصافي من تماك ما عاودت شافتها، وبالفعل ديما الصخرة اللي كانت كتحتاجها كتلقاها حدا الباب، وكانت هادي هي القصة اللي عاودت ليا جدة. ندوزو القصة واحدة أخرى اللي كتقول بلي داك العام كان الصيف، مشيت لدار جدي كيف العادة باش ندوز عندو الصيف. كان جدي ساكن الفوق وأنا وعمي ومراتو لتحت. المهم دوز داك الصيف عادي، حتى جات السيمانه الاخرى ديال العطله، حيت كانت غادا تبدا القرايه وخصني نرجع للدار. واحد الليله فقت على صوت الاذان ديال الفجر، ما عرفتش مالي تصدمت، بحال الا شدتني القفزه في قلبي ملي سمعت صوت الاذان. ما تحملتش نسمعه وطلقت الموسيقى ودرتها في ودني، واخا هادشي ما عمره ما طرا ليا. دازت ديك الليله ورجعت في حالي للدار وبديت القرايه، ولكن اللي لاحظته هو انني من بنت مهدنه وليت بنت عصابيه وكنغوت على ابسط الاشياء، وحتى الدار لاحظوا هادشي وبقاو كيسولوني واش عندي شي مشكل. وليت كنبغي نبقى غير بوحدي وسادة عليا، ما بقيتش باغي نجمع مع الناس ولا نجلس مع الدار. وصل رمضان، وكان هذاك اصعب رمضان غادي يدوز عليا في حياتي، ما كنتش كنقدر نصلي ولا نصوم، كنت كنحس براسي بحال الا ماشي انا، بحال الا ما بقيتش انا، بحال الا شي حاجه في الداخل ديالي هي اللي كانت كتحركني. وليت كنخاف من اي حاجه، وليت ديما مفزوع، كتحرك غير شي حاجه في الدار كنوض قافزه، كنخاف واحد الخوف اللي ماشي عادي، غير الا شي واحد دوا بالجهد كنبقى نترعد. واحد النهار نيت كان رمضان وكانوا مالين الدار خرجوا خلوني بوحدي، ويا ضربني الفيقه وحسيت بلحمي كامل مشلل عليا بحال الا مربوطه وما قادرش نتحرك. تقجيت ما بغيت نقرا القران لساني تعقد عليا، وانا نشوف واحد الكائن منهم داخل عليا للبيت. انا اول مره غنشوف داكشي وتشوكيت وتخلعت، ما بقيتش قادره ندوي ولا نغوت، كنت رعد وشدتني البكيه. كان طويل بزاف ولابس بحال واحد الفوقيه كحله اللي كانت قصيره عليه، وجهه كان مشوه وغير الشوفه فيه كافيه باش تخليك جامد في بلاصتك وما قادرش تتحرك. دابا كندوي وكنعاود هاد القصه وكنتفكر داكشي، اللحم ديالي كيتبورش عليا. بقيت كنقرا القران في الداخل ديالي حتى داكشي طلقني وصافي مشى. جاو الدار لقاوني طايحه هكاك ومغيبه، وبداو كيفيقوا فيا. ملي فقت بديت كنعاود ليهم ولكن ما تيقونيش. دازت ديك الوقيته وبديت كندير في الرقيه، كنا كنمشيو من عند راقي لواحد اخر، ولكن ما كاينش اللي عطانا راس الخيط، وكل واحد وشنو كيقول لي عندي، شي كيقول العين، شي كيقول السحر، شي كيقول الجن العاشق، شي كيقول المس، حالتي تدهورات بمعنى الكلمه. من بنت اللي كانت زوينه وليت حالتي حاله وما قادر حتى نشوف راسي في المرايه. القرايه ما بقيتش كنقراها، وحتى ملي كنمشي وليت كنطيح لهم في القسم وكنعواج. خرج فيا الحبوب في ذاتي كامله، وليت كنلقى الزروقيه في لحمي، وعاد الاحلام اللي وليت كنشوف مشاش كحلين حناش. وداك الراجل اللي شفته ديك المره كيعاود يوقف عليا، ما بقيتش باغي نقرا ولا ندير شي حاجه في حياتي، واخا والديا بزو عليا باش نعاود العام، ولكن حالتي عاد ما زادت الدهورات كثر، وما بقيت قادر نعقل على والو ولا نفهم حتى شي حاجه. واحد الحاجه طرات لي غير مؤخرا، واحد المره وانا خارجه من المدرسه ترفعت وليت بحال شي حمقه، وليت غاديه في الشانطي وما كنتسوقش للطوموبيلات، كنهضر بوحدي وكنغوت في الطريق بحال الا تسطيت. شدوني داوني للدار وانا كنغوت ربي اللي خلقني. طور داكشي وليت كنشوفو قدامي، كنشوفو وانا فايقه واعيه،
كنشوف المشاش، كنشوف الخيالات، كنشوف شي وجوه كيشوفوا فيا، ما بقيتش قادره نهائيا نبقى بوحدي. لدابا انا مازال متبعه مع واحد الراقي اللي كنطيح وكنبدا ننطق، كيقول داك الصوت اللي في الداخل ديالي كيقول للراقب اللي عنده التجديد ديال التوكال، يعني فيما كان استفرغ داكشي كيعاودو يجدوه ليا، وكيقول لي بلي ما غيعطيوهاش اتساع. منين نسولو شكون اللي دار ليا هادشي، قال لي داك الصوص بلي مرات عمي هي اللي دارت هادشي، وهي اللي وكلتني داكشي ملي كنت معاها في الصيف، خرجت على حياتي وقرايتي وعلى كلشي. حياتي كلها توقفات ووليت كنشوف الدنيا كحلة، ولدابا انا مازال كنشوف دوك الوجوه ودوك الخيالات. حاولت نختصر لكم داكشي اللي دست منه واللي كنعاني منه حتى لدابا، شي حوايج ما قلتهمش حيت مستحيل تيقوه، مستحيل اصلا يطيحوا لكم في البال، شي حوايج ما يتقبلهاش العقل. والديا وما تيقونيش. المهم كانت هذه هي قصتي، وكنشكركم حيت سمعتوا ليها. شكرا لهاد الناس اللي شاركوا معنا القصص ديالهم. وقبل ما نختم بغيت نعاود لكم تجربة ديال واحد الصديق اللي تلاقيته غير مؤخرا، كل شي 3 ايام ولا 4 ايام دابا باش شفتو. عاود ليا على شنو وقع ليه غير هادي 15 يوم، واصلا كان في واحد الحاله اللي يرثى لها، كان مضروب واحد الضربه كبيره في جبهته. ملي سولته مالك قال لي بلي كان في الطواليط، وهو موالف ملي كيكون في الطواليط كيبدا يغني ولا كيشوف في المرايه ولا كيهضر بوحدو. قال لي في واحد اللحظه كنحس براسي تقشيت بحال الا شي واحد بارك ليا على عنقي، النفس ما بقيتش قادر نطلعها، داكشي عاد ما كيزيد يزير عليا وما بغاش يطلقني، صافي وليت كنشوف الموت بعينيا. صافي في واحد اللحظه وانا نتطلق ما عرفش كيفاش تفكيت، طحت وجيت على جبهتي وتحلات ليا، وبالفعل ملي شفت الجبهه ديالو كانت فيه واحد الضربه خايبه بزاف الصراحه. وكان نصيحه مني الخوت، حاولوا تجنبوا دوك البلايص، يعني تحترموهم، كندخلوا لتماك غير باش نقضيو حاجتنا، خليو ديك البلاصه لقضاء الحاجه وصافي. المهم كانت هذه هي القصص اللي عندنا ديال اليوم واللي صيفطوها ليا الناس، وكيف العاده اللي عنده شي قصه في حالتي يقدر يخليها ليا في انستغرام. كنشكركم بزاف على حسن الاستماع، نتلاقاو في القصه الجايه، والسلام عليكم.